الكيمياء الحراريه. قلنا عن موضوع الكيمياء الحراريه يا باشمهندس ان شابتر بالنسبه لك او كيمياء حراريه بتدرس التحول او التغير اللي بيحصل ما بين التفاعل الكيميائي وبين الطاقه الحراريه. يعني حضرتك عايز تعمل تفاعل كيميائي وفي تغير في الطاقه الحراريه بتبقى موجوده معاه بتصاحبه، اما تبقى حراره الطاقه منطلقه او حراره ممتصه. طيب قلنا الثيرموكيمستري ده عباره عن فرع من حاجه اسمها ثيرموديناميك، وقلنا الثيرموديناميك دي بتمثل التغير بين الطاقه الحراريه واي طاقه ثانيه. وقلنا في ثلاث مصطلحات اساسيه لازم نعرف الفرق بينهم عشان نقدر نتعامل مع الشابتر ده. الثلاث مصطلحات كانوا الانرجي وكان الهيت وكان الانثالبي. قلنا الانرجي دي الانرجي هي طاقه او القدره على بذل شغل، طول ما انت عندك طاقه تقدر تبذل شغل وبالتالي تقدر في شغل يبدا يطلع معاك. طيب واتكلمنا عن الطاقه ديت او الانرجي عباره عن ليها صور كتير موجوده حوالينا زي الطاقه الحركيه والطاقه الضوئيه والطاقه الشمسيه والطاقه الحركيه والطاقه الكهربائيه، صور كتير منها، بس احنا اتكلمنا على ثلاث انواع اساسيه هي طاقه الحركه وطاقه الوضع والطاقه الداخليه. وقلنا الطاقه الحركه ديت هي اللي بتمثل او بتجي لك نتيجه حركتك، عشان كده بتساوي نص ام في تربيع. طاقه الوضع نتيجه مكانك او وضعك بالنسبه للجاذبيه او بالنسبه للارض، فبتساوي الام جي اتش، وليها قانون ثاني او ليها استفسار ثاني اللي هي نتيجه قوه الجذب بين قوتين على حسب كيو 1 كيو 2 على دي تربيع. ده قانون على جنب كده مش هنبدا نتحرك بيه، بس تعرفوا لو في شحنتين فده طاقه الوضع بتتحسب منه. وبعد كده قلنا الوحدات بتاعته اما جول اما كالوري اما بي تي يو اللي هي بريتش ثيرمال يونت. وبعد كده قلنا في خمس مصطلحات زي بعض في التعريف بس بيختلفوا في كلمه واحده اللي هي بي تي يو او الكالوري او الاس او السي او السي ام، كلهم هي مقدار طاقه حراريه لازمة عشان ترفع درجة حرارة حاجة معينة درجة واحدة. الحاجة دي لما تبقى جرام فانت بتتكلم على الاس، جرام من اي مادة فانت بتتكلم على الكالوري، لما بتتكلم على المادة كلها فانت بتتكلم على السي، او مول واحد فانت بتتكلم على السي ام. وبعد كده يا باشمهندسين قلنا في حاجة اسمها الطاقة الكيميائية، ودي الطاقة الكيميائية دي بتنتج نتيجة القوة المصاحبة او محصلة الطاقة اللي بتبقى موجودة للتفاعل الكيميائي. يعني حضرتك بتكسر رابط في المتفاعلات فانت محتاج انك تاخد طاقة، وتبدا تكون رابط بين النواتج فانت محتاج انك تطلع طاقة. لو الطاقة اللي طلعت في الاخر اكبر من الطاقة اللي انت خدتها في المتفاعلات فانا بقول ان الطاقة او بقول التفاعل ده مصاحب لطاقة كيميائية. بعد كده قلنا الحرارة، وقلنا الحرارة دي عبارة عن تغير بيحصل في الطاقة بين الوسط وبين النظام، بين الوسط وبين النظام. قلنا مين النظام نتيجه فرع الحراره، قلنا مين النظام ده يا باشمهندس، دي الحاجه اللي انت بتدرسها، الماده او التفاعل الكيميائي او الحاجه المعينه اللي انت عاوز تشوف التغير اللي بيحصل فيها. وقلنا النظام ده ليه ثلاث انواع، لا اما اوبن لا اما كلوزد لا اما ايزوليتد. اوبن ده مفتوح بيخلي الحراره او الكتله تعدي، والكلوزد مقفول يسمح بمرور حراره ما يسمحش بمرور طاقه، واخر واحد ايزوليتد ولا بيسمح حراره ولا بيسمح بطاقه. وقلنا اي حاجة بتدخل النظام تبقى بالموجب، واي حاجة بتطلع من النظام بتبقى بالسالب. اخر حاجة كنا اتكلمنا عليها اللي هي موضوع الانصلبي، قلنا الانصلبي ده محتوى حراري موجود في مادة معينة انت ما تقدرش تحدده، انت بس تقدر تحدده لو المحتوى الحراري ده او المادة دي دخلت جوه التفاعل الكيميائي. فاحنا بنقول المحتوى الحراري ده كمية طاقة سواء ممتصة او منطلقة نتيجة دخول مادة معينة جوه التفاعل. طب انا لو بتكلم عن المحتوى الحراري كتفاعل كامل على بعضه فهي هي كيو، بس بشرط عند ثبوت الضغط. يعني الدلتا اتش او المتغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي هي هي كيو بس عند ثبوت درجه الحراره. طب بتحسب ازاي يا باشمهندس التفاعل الكيميائي؟ اتش برودكت ناقص اتش ريكت، المحتوى الحراري بتاع النواتج شيل منه المحتوى الحراري بتاع المتفاعلات عشان تطلع المحصله بتاعه المحتوى الحراري. بس يا باشمهندس انت قلت لي عشان اعرف محتوى حراري بتاع ماده معينه لازم ادخلها في تفاعل كيميائي. طب الكلام ده يحصل ازاي وهي داخله مع ماده ثانيه انا ما اعرفهاش؟ فخلاص الناس اتفقت بتوع الكيمياء احنا هنخلي نفسنا نقطه مرجعيه، حاجه ستاندرد انسب ليها باقي المواد. ايه هي الحاجه الستاندرد؟ ان خلى كل العناصر المحتوى الحراري بتاعها بكام؟ بصفر. فانت عشان تعرف المحتوى الحراري بتاع اي ماده تعمل ايه؟ هتحط الماده بتاعتك في تفاعل بين العناصر عشان لما تيجي تعوض في المعادله العناصر تعويضتها بكام؟ بصفر. يفضل لك مين؟ المركب اللي انت عايزه. طب لو في كذا مركب الحاجات دي بتبقى جيفن معاك في المساله يا باشمهندس تعوض بيها في المساله بتاعتك. دي اخر حاجه تقريبا احنا قلناها المره اللي فاتت. نبتدي النهارده عشان نخلص ان شاء الله الشابتر حاجه اسمها الثيرمو كيميكال ايكويشن، المعادله الحراريه، معادله كيميائيه حراريه. احنا خدنا قبل كده المعادله الكيميائيه، ايوه كان تعريفها ايه يا باشمهندس؟ المعادله الكيميائيه هي عباره عن معادله موزونه بتوضح الصيغ الكيميائيه للمتفاعلات والنواتج، دي تعريف المعادله الكيميائيه. طب لما انت قلت يا باشمهندس معادله كيميائيه حراريه زودت على كلمه معادله كيميائيه هي معادله حراريه، يبقى المفروض حضرتك هتزود على المعادله الكيميائيه دي ايه؟
مقدار الحرارة مصاحبة. يعني انت لو بتكتب تفاعل بالشكل ده كده سي زائد الـ O2 عشان تطلع الـ CO2 فالدلتا اتش بتاعتك بتساوي سالب 393.5. يعني معادلة كيميائية موزونة فيها متفاعلات وفيها نواتج. وما دام انت قلت معادلة كيميائية حرارية فانت المفروض تضيف ايه؟ كمية الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي، سواء كانت الكمية الحرارة ديت داخلة أو طالعة بالتفاعل الكيميائي. بس احنا قلنا برضو المرة اللي فاتت بالنسبة للمحتوى الحراري ان المحتوى الحراري بيختلف باختلاف الحالة الفيزيائية. يعني ايه حضرتك يا باشمهندس؟ يعني لو افترضنا ان انت عندك مية وعندك تلج، تخيل بقى المية عشان تتحول لبخار كمية الحرارة اللي هي عايزاها قد ايه، والتلج عشان يتحول لمية كمية الحرارة محتاجة قد ايه؟ التلج عشان يتحول لمية محتاج حرارة كبيرة ولا حرارة قليلة؟ حرارة قليلة، مجرد يعني لو سبته في الجو هيبدأ يسيح معاك. طب المية عشان تبدأ تتبخر؟ لا، محتاج كمية حرارة كبيرة. فالفرق هنا ان المادة لو اختلفت الحالة الفيزيائية بتاعتها المحتوى الحراري بتاعها بيختلف. طب انت يا باشمهندس، هو المحتوى الحراري بتاع التفاعل كله على بعضه بيتحسب ازاي؟ كنا قلنا يا باشمهندس اتش برودكت ناقص اتش رياكت. يبقى لو اختلف الحالة الفيزيائية في المتفاعلات او في النواتج لمادة من المواد هيختلف في الاخر مين يا باشمهندس؟ الدلتا اتش. عشان كده كنا بنقول لازم تزود ايه يا باشمهندس؟ تكتب الحالة الفيزيائية في المعادله بتاعتك. يبقى يعني ايه معادله كيميائيه حراريه؟ يعني ايه سيرمو كيميكال ايكويشن؟ هي عباره عن معادله كيميائيه موزونه. دي نمره واحد. ليه يا باشمهندس؟ عشان لما تيجي تعوض بعدد المولات تبقى عدد المولات بتاعتك مظبوطه. في حاجتين لازم يضافوا ليها. الحاجه الاولانيه لازم تضيف كميه الحراره المصاحبه للتفاعل الكيميائي سواء بالموجب او بالسالب على حسب التفاعل الكيميائي بتاعك. دي نمره واحد. نمره اثنين، تكتب الحاله الفيزيائيه بتاعت كل ماده من المواد بتاعتك. ليه يا باشمهندس اكتب الحاله الفيزيائيه؟ لانك الحاله الفيزيائيه بتاعت كل ماده بتختلف بناء عليها. تختلف على مين يا باشمهندس؟ على المحتوى الحراري بتاعك. طب عاوز اعرف الخصائص اللي بتحصل في المعادله دي، يعني المعادله دي لو عايز اتعامل معاها المفروض اعرف ايه عنها؟ قال لي يا باشمهندس التفاعل بتاعك المعادله الكيميائيه بتاعتك لو ضربت المعادله في رقم فانت لازم تضرب الدلتا اتش يا باشمهندس في مين؟ في نفس الرقم. يعني انت قلت 2C و2O2 و2CO2 يبقى ما تنساش تضرب الدلتا اتش هي كمان في كام؟ في 2. قسمت على رقم يبقى الدلتا اتش تتقسم على نفس الرقم. اشمعنى؟ لان التفاعل بيقول لك لو في 1 مول كربون مع 1 مول اكسجين ففي كميه حراره بتطلع. طب لو قسمت القيمه ديت على 2 او ضربتها في 2 فطبيعي ان كميه الحراره اللي طالعه او اللي داخله هتزيد او تقل على حسب الكميه اللي داخله معاك. دي نمره 1. نمره 2، لو قلبت المعادله ايه اللي هيحصل للاشاره بتاعت الدلتا اتش؟ هتتقلب. اشمعنى يا باشمهندس؟ لان اتش برودكت ناقص اتش رياكت لما تقلب المعادله هتخلي النواتج متفاعلات، وهتخلي المتفاعلات مين؟ نواتج. فالاتش برودكت ناقص اتش رياكت لما تتقلب مين بس اللي هتغير معاك؟ الاشاره، انما القيمه واحده. يبقى سيرمو كيميكال ايكويشن هي عباره عن معادله كيميائيه موزونه لازم تكتب فيها حاجتين، تكتب فيها الحاله الفيزيائيه بتاعت المواد بتاعتك متفاعلات ونواتج. نمره 2، تكتب فيها كميه الحراره المصاحبه للتفاعل الكيميائي. طب ايه الخصائص بتاعتها يا باشمهندس؟ الخصائص بتاعتها بتقول لك لو ضربت المعادله في رقم فلازم تضرب الدلتا اتش في نفس الرقم، قسمتها على رقم فلازم تقسم دلتا اتش على نفس الرقم. هتقلب المعادله بتاعتك نواتج متفاعلات ومتفاعلات نواتج، ما تنساش تقلب الاشاره بتاعت مين يا باشمهندس؟ بتاعت الدلتا اتش. في مشكله في المعادله الكيميائيه يا باشمهندسين؟ انتوا نايمين ولا صاحيين؟ مش باين. طيب حاسس حد منومكم كده. بعد كده يا باشمهندس نبدا بقى نركز شويه في اللي جاي عشان في شويه معادلات كويسين كده جايين معانا. القانون الاول للثيرموديناميك وتقريبا انتوا خدتوه في الفيزياء، ونركز عشان في الفيزياء غير عندنا عشان في شويه اشارات كده ايه مختلف. فانت ظبط نفسك كده، خليك ماشي بالاشارات بتاعتنا لحد اخر الترم. بعد اخر الترم غير الاشارات زي ما انت عايز، كده كده مفيش امتحان فيزياء في اخر الترم، فانت خليك في الاشارات بتاعتنا لحد ما الترم ده يعدي على خير. القانون الاول للثيرموديناميك بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ هو جاي من الاول ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تتحول من صوره لاخرى. طيب هي فين الطاقه اللي عند الماده او عند التفاعل الكيميائي اللي معاك؟ عندك تغير في طاقه الحركه، وعندك تغير في طاقه الوضع، وعندك تغير في الطاقة الداخلية. ده مقدار التغير اللي بيحصل عند أي مادة معاك. في تغير في طاقة الحركة بتاعته، تغير في طاقة الوضع بتاعته، وتغير في مين؟ في الطاقة الداخلية بتاعته. قال لي الكلام ده بيطلع في صورة حاجتين، بيطلع في صورة حرارة وبيطلع في صورة شوك. بس احنا اتفقنا لو أنا بتكلم على تفاعل كيميائي، فطاقة الحركة بتاعته بإيه؟ بصفر، مفيش أي حركة هتحصل. الراجل أنت المادة الكيميائية أو التفاعل بيحصل في مكان واحد، التفاعلات ما بتتحركش، فطاقة الحركة بتاعته بصفر. وطاقة الوضع بتاعته بكام؟ بصفر. ليه؟ لأنك أنت معتبر إن المكان اللي بتعمل فيه التفاعل الكيميائي بتقيس عنه الاتش فكلهم على نفس الاتش، فيبقى خلاص كله بكام؟ بصفر. ناقص مين معاك؟ الدلتا يو هتساوي الكيو زائد الشغل هيساوي الدلتا اي.
يبقى الطاقه اللي هتفنى وتساعد تسمع تتحول من صوره لاخرى، فالتغير في الطاقه الداخليه بتاعت الماده بتاعتك او في التفاعل الكيميائي بيظهر في صوره حاجتين، حراره وشغل، على حسب انت متاح تعمل ايه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انت لو مدي التفاعل يحصل في مكان مفتوح هل هيبذل شغل؟ التفاعل بيحصل في مكان مفتوح هيحصل شغل؟ هو يعني ايه يا باشمهندس تبذل شغل؟ يعني ايه اقول انت تقول على نفسك ان انا بذلت شغل؟ حضرتك قاعد دلوقتي ما بعملش اي حاجه وانت قاعد، حد قال لك افرد رجلك يا باشمهندس، جيت فارد رجلك عادي جدا. طب لو انت جيت تفرد رجلك ففي كرسي قدامك فزقيت الكرسي، الحاله الاولانيه انت بذلت شغل ولا عادي رجلك اتحركت ما فيش اي مشكله ما فيش مقاومه حصلت ليك؟ طب لو في حد بيقاومك يبقى ساعتها ايه اللي حصل؟ في شغل حصل. حتى القانون بتاع الشغل بيقول لك ايه؟ اف في دلتا دي، يعني في قوه اتبذلت. طب لو ما كانش في حاجه قدامك بتقول لك ابذل قوه، في شغل هيتبذل؟ فخلي بالك عشان في مساله الدكتور مديها لك في الشيت بيقول لك احسب الشغل وبيقول لك ان في غاز حصل له عمليه اكسبان، حصل له عمليه تمدد ضد الفراغ. طب ما هي يعني ما تمدد ضد الفراغ؟ هل ما تمدد ضد الفراغ في مقاومه عليه؟ مفيش ضغط مقاومه يعني الراجل اتمدد بكل حريه، يبقى كده الراجل بذل شغل ولا مفيش شغل؟ الشغل بتاعه بكام؟ بصفر. طب بيقول لك نمره 2 ضد ضغط 3 اتموسفير، يبقى ساعتها بذل شغل ولا ما بذلش شغل؟ لا بذل ضد الثلاثه مين؟ اتموسفير. يبقى كلمه شغل يا باشمهندس او الحراره على حسب انت سامح ان حاجه تحصل ولا ما تحصلش معاك. طيب عاوز اعرف بقى الشغل ده بيساوي ايه يا باشمهندس؟ قال لي احنا عارفين ان الشغل بيساوي الاف في الدلتا دي مقدار القوه مضروبه في الازاحه. يعني انا لو عندي اناء بالشكل ده كده وفيه غطا موجود هنا وفيه غاز انت بتبدا تدرسه معاك كده، فايه اللي هيحصل؟ في قوه الغاز هيبدا ياثر، عشان ياثر يحرك الغطا ده مسافه معينه وليكن دلتا دي او دلتا دي سواء لفوق او لتحت. طيب لا انا عايزين نظبط الحاجه دي شويه، بدل اف دلتا دي عايزين نحولها لحاجه ثانيه. هي الاف يا باشمهندسين بيساوي ايه؟ ب في الايه؟ القوه بتساوي الضغط في المساحه السطحيه مضروبه في الدلتا دي. مين دي يا باشمهندس؟ الاريا في الدي بيساوي ايه؟ الحجم. هتساوي البي في الدلتا في. يبقى الشغل يا باشمهندس بيساوي الضغط مضروب في مقدار التغير في الحجم. طيب نركز بقى في موضوع الاشارات عشان ما نتلخبطش في الاشارات بتاعتي، ويا ريت الناس تخلي بالنا من الاشارات بتاعتنا عشان هي غير الاشارات في الفيزياء. طيب باشمهندس الشغل امتى موجب وامتى سالب؟ احنا اتفقنا اي حاجه داخله النظام موجب ولا سالب؟ اي حاجه طالعه من النظام موجب ولا سالب؟ طيب الموجب معايا يا باشمهندس ده معناه ان الشغل داخل النظام. يعني ايه الشغل داخل النظام؟ ان الراجل بينزل لتحت، الغطاء بتاعي بينزل لتحت ولا بيطلع لفوق؟ داخل النظام. يعني انت اللي بتاثر على النظام، انت اللي هتدوس على النظام عشان تضغطه، فالغطاء بتاعك راح فين؟ نازل لتحت. طب لا يبقى مش سالب يا باشمهندس، الشغل طالع ولا داخل النظام؟ طالع من النظام. يعني الغطاء بتاعك طالع لفوق ولا هينزل لتحت؟ لا يا باشمهندس ده النظام هو اللي هيبدا ياثر عليا ويبدا يطلع الغطاء بتاعي لفوق، يبقى السهم بتاعي طالع لفوق. طب تعالى بقى على الدلتا في. هي الدلتا في بتساوي ايه يا باشمهندس؟ في فاينل ناقص الفينش. امتى الاشاره بتاعته موجبه وامتى الاشاره بتاعته سالبه؟ لو موجب يبقى الفي فاينل اكبر، لو سالب يبقى الفي انيشال اكبر. طب يا باشمهندس لو موجب ده معناه ان الفي فاينل اكبر، الغطا طلع لي فوق ولا نزل لتحت؟ طلع لي فوق. طب لو سالب يبقى الفي انيشال هي الاكبر والفي فاينل قلت، يبقى الغطا بتاعك حصل له ايه؟ بدا ينزل لتحت. طب يا باشمهندس الاسهم كده ايه علاقتها؟ قال لي مع الشغل اللي نازل تحت موجب واللي طالع بالسالب، انما لو رحت الناحيه الثانيه لقيت اللي طالع هو اللي موجب واللي نازل هو مين؟ بالسالب. يبقى الاشاره بتاعت الشغل والاشاره بتاعت التغير في الحجم هي نفس الاشاره ولا اشاره مخالفه يا باشمهندسين؟ اشاره مخالفه. فعشان كده بقى ما تنساش تحط السالب بتاعتك كده. يعني الشغل او القانون بتاعها هيبقى كيو ناقص البي في الدلتا في، عشان انتوا بتقولوا هناك في الفيزياء في موجب، فاحنا خلينا في الاشاره بتاعتنا كيو ناقص البي دلتا في. الشغل موجب نازل او سالب طالع، انا ما رحت للاشاره بتاعت الدلتا في لقيت الاثنين عكس بعض، ما دام الاثنين عكس بعض فانا بحط اشاره سالبه، لان الاشاره بتاعت التغير في الحجم غير الاشاره بتاعت التغير فين؟ في الشغل. طيب عشان بتوع الغازات ما يزعلوش مننا والراجل لازم يبقى داخل معانا في كل حاجه، فالقانون بتاع الغازات بيقول لي ايه يا باشمهندس؟ بيقول لي ان البي دلتا في بيساوي دلتا ان ار تي. بتاع مين؟ يعني انت دلوقتي عملت ايه او افترضت ايه؟
انت افترضت ان النواتج والمتفاعلات بتاعتك اللي انت شغال عليها الحالات الفيزيائيه بتاعتها ايه؟ غازات، يعني في سوليد، في ليكويد، في سوليوشن، يبقى انت شغال على مين؟ على الغازات. طيب يبقى انت دلوقتي رايح لمين؟ البي دلتا في بتساوي ايه يا باشمهندس؟ الدلتا ان ار تي، يعني انت ممكن تشيل الجزء ده وتقول الكيو دلتا ان ار تي. بس استنى يا باشمهندس، هي نفس الاشاره ولا اشاره مخالفه؟ نشوف. هو الحجم لما يزيد عادي المولات هيزيد ولا مش هيزيد؟ انا في قانون افوجادرو بيقول لي ان الفي بتتناسب مع الان، كل ما هيزيد الحجم هيزيد عدد المولات. ما دام انت مثبت التي ومثبت البي، الظروف المحيطه بالغاز ثابته، يبقى كل ما هتزود عدد المولات هتزود مين؟ الحجم بتاعك. يبقى الزياده في الدلتا ان هي هي الزياده في الدلتا في، النقص في الدلتا ان هي هي النقص في الدلتا في. يبقى الاشاره بتاعتهم مالها؟ الاثنين زي بعض، سالب زي السالب. بس خلي بالك يا باشمهندس، في المسائل بيبقى الدلتا يو او الدلتا كيو غالبا الدكتور بيديها لك بالكيلو جول. طب وده يفرق معايا في ايه؟ لا يفرق معاك كتير. احنا كنا متفقين ان الار الوحده بتاعتها ايه؟ 8.31 جول على كلفن لكل مول. طب ينفع يبقى الدلتا يو او الدلتا اي او الكيو وحدتها بالكيلو جول وانت تطرح منهم قيمه او تجمع عليهم قيمه بالجول؟ قال لي لا، قال لي يبقى خلي بالك لو انت شغال كل الوحدات بتاعتك بالكيلو جول فجيت على الجزء ده ما تنساش تقسم على مين؟ على 1000. ال 1000 ليه يا باشمهندس؟ عشان تحول من الجول للكيلو جول يا باشمهندس. طيب الدلتا ان بتاعتنا هنا بكام؟ دلتا ان بكام في المعادله؟ سي زائد او 2 هيطلع لك سي او 2 كام؟ صفر. في ناس قالت سالب 1. 1 سالب 1 صفر 1. مفيش ارقام ثانيه يا باشمهندسين؟ صفر. مبدئيا هنا يا باشمهندس احنا شغالين على مين؟ دلتا ان ار تي، وانت شغال على مين؟ غازات. فين الغاز اللي معايا هنا يا باشمهندس؟ عندي هنا كام؟ سي او 2، وعندي هنا او 2. الاس داخله معايا؟ ماليش دعوه بالاس، الاس بتقول ان الحاله بتاعتها ايه؟ سوليد. يبقى ماليش دعوه، يبقى انا بطرح مين يا باشمهندس؟ عدد مولات السي او 2 ناقص عدد مولات مين؟ الاكسجين. 1 ناقص 1 بصفر، مفيش عدد مولات. يبقى مفيش تغير هيحصل معاك في الدلتا ان. يبقى يا ريت يا باشمهندسين ناس تركز، المعادلة اللي الدكتور بيديها لك بيقول لك احسب الشغل، المعادلة فيها غازات ولا فيها حاجات تانية؟ أنت شغال على الغازات بس، اشمعنى؟ لأنك أنت من الأول اشتغلت على البي في بيساوي ان ار تي، إن الدلتا ان اللي فيه اللي بتقول لك ان برودكت ناقص ان رياكتن، عدد مولات الرياكتن وعدد مولات البرودكت، أنت معتقد إن هما إيه يا باشمهندس؟ إن هما غازات، فما ينفعش تقول لي أنا هاخد السوليد معاك وأقول إن بي في بيساوي ان ار تي تطبق عليه، لا ملوش دعوة، هو شغال غازات بس، فأنت بتطرح عدد مولات بتاعة الغاز بس يا باشمهندسين، وريت الناس تركز في النقطة دي. 1 ناقص 1 بصفر يبقى مفيش دلتا ان معاك، دخلت بمول غاز وطلعت بمول غاز، فين التغير في الحجم اللي هيحصل؟ مفيش حاجة. إنما الاس ملوش علاقة، ده حتة صلبة موجودة في الأرض، فمش هتحصل لك حاجة، يحصل بينها تفاعل بس مش هتغير معاك في مين؟ في الحجم بتاعك. فريت الناس تركز في الجزئية دي يا باشمهندسين، ده غازات بس. طيب يبقى القانون بتاعي دلوقتي أو القوانين بتاعتي لو عايز أطلعها معايا، دلتا يو هتساوي الكيو زائد الشغل، هتساوي الكيو ناقص البي في الدلتا في، هتساوي كيو ناقص دلتا ان ار تي. ممكن تتقسم على 1000 او لا على حسب الجول والكيلو جول معاك. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب عايزين نعرف بس شويه حاجات في النقطه دي. عايز تعرف ايه يا باشمهندس؟ قال يا باشمهندس لو انا شغال على تفاعل الحجم بتاعه ثابت، يعني الحجم ثابت، ايه اللي هيحصل؟ قال لي تعالى على المعادله دي كده. بي دلتا في، احنا قلنا الدلتا في بتساوي في فاينل ناقص الفي انيشال. لما حضرتك مثبت الحجم يبقى الفاينل والانيشال في توم تغيير ولا الاثنين زي بعض؟ الاثنين زي بعض، يبقى الدلتا في بتاعته بكام؟ بصفر. وساعتها الكيو بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي صفر برضه؟ كله بصفر عندك؟ فانت هتطير الجزء ده يا باشمهندس، فالكيو بتساوي الدلتا يو بتساوي الدلتا اي. حتى كيو بنحط تحتيها في على اساس ان ايه؟ دي كميه الطاقه الحراريه عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الحجم. طب لو انا مثبت الضغط ايه اللي يحصل؟ مفيش مشكله. لما ثبت الضغط المعادله هتبقى ايه معايا؟ هتبقى الدلتا يو هتساوي الدلتا اي هتساوي كيو بي ناقص البي في الدلتا في. في حاجه هتتغير هنا؟ هي كيو دي يا باشمهندس ايه؟ كمية الطاقة الحرارية عند ثبوت الضغط، حرارة التفاعل عند ثبوت الضغط.
حد يفتكر ان ده تعريف مين؟ تعريف الدلتا اتش. احنا كنا قلنا ان الدلتا اتش تعريفها ايه يا باشمهندس؟ حراره التفاعل عند ثبوت الضغط، وانت هنا مثبت مين؟ الضغط. فممكن اشيل مين؟ الكيو بي واحط مكانها مين؟ الدلتا اتش ناقص البي في الدلتا في هيساوي الدلتا يو. وخلي بالك من التفاعل من المعادله دي يا باشمهندس، العلاقه اللي بتربط بين المحتوى الحراري وبين مين يا باشمهندس؟ وبين الطاقه الداخليه. في مساله معاك في الشيل انت هتعوض، بس تعوض في القانون. الدكتور عاوز بس يعرف انت عارف العلاقه بين الدلتا يو وبين الدلتا اتش. الدلتا يو بتساوي الدلتا اتش ناقص البي في الدلتا في يا باشمهندسين. الكلام ده امتى؟ عند ثبوت الضغط. طيب حد عايزين نعرف ليه الدلتا اتش بتساوي كيو بي، او ليه الدلتا اتش بتساوي كميه الحراره عند ثبوت الضغط؟ قال لي في معادله بتقول ان الاتش بتاعتي المحتوى الحراري بتاع اي ماده بيظهر في حاجتين، في يو زائد البي في الفي. المحتوى الحراري بيساوي الطاقه الداخليه زائد البي في الفي. المحتوى الحراري بيساوي اليو في البي زائد البي في الفي. طيب انا في المعادله دي يا باشمهندس اللي هي بتقول لي ان الدلتا يو بتساوي الكيو بي ناقص البي في الدلتا في، ممكن تفكها يا باشمهندس مفيش فيها مشكله. هي الدلتا يو دي معناها ايه؟ يو فاينل ناقص يو نش هتساوي الكيو بي زي ما هي ناقص البي. الدلتا في معناها ايه؟ بي فاينل ناقص في نش. لما الفاينل مع نفسه والانيشال مع نفسه يبقى اليو فاينل زائد البي في الفي فاينل ناقص اليو نش زائد البي في الفي نش. يو فاينل ده هيجي بإشارة موجبة وده سالب هيتاخد بره عامل مشترك مع السالب اللي هيجيله من هنا، يبقى اليو فاينل يو انيشال زائد البي انيشال هيساوي الكيو بي. يو زائد البي في بيساوي ايه؟ يو زائد البي في بيساوي ايه؟ اتش. يبقى دي اتش ايه؟ اتش فاينل ناقص اتش انيشال هيساوي الكيو بي. اتش فاينل ناقص اتش انيشال هيساوي يا باشمهندس ايه؟ هيساوي الدلتا اتش. يبقى الدلتا اتش بتاعتك بتساوي يا باشمهندس الكيو بي. يبقى ده اثبات اللي بيربط امتى الدلتا اتش بتساوي كيو بي يا باشمهندس. الاتش بتاعتك بتساوي الطاقه الداخليه في البي في في الشغل اللي ممكن يتبذل عليه. طب يا باشمهندس انا دلوقتي عندي دلتا يو بتساوي كيو زائد ناقص البي دلتا في، فكهالي على بعضه خلي الانيشال مع بعضه والفاينل مع بعضه، هيطلع لك الاتش فاينل ناقص اتش انيشال هتساوي الكيو بي يا باشمهندسين. مقدار الطاقه الحراريه عند ثبوت الضغط بيساوي المحتوى الحراري يا باشمهندسين. تمام كده يا باشمهندسين؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ دي القوانين الموجوده في الجزئيه دي، يا ريت الناس تركز فيها لانه هتلاعب معاك كتير بالوحدات او هتلاعب معاك بالالفاظ، سواء بثبوت حجم او ثبوت ضغط او علاقات بين الحاجات وبينها ومن بعضها. فالناس تركز، الناس بتبقى مذاكره بس بتضحك عليهم بكلمه في السؤال، فالناس تقرا السؤال وتشوف الدكتور كل كلمه معناها ايه في السؤال. كلمه واحده ممكن تفك لك المساله، كلمه واحده ممكن تفك لك حل مساله، فالناس تهدى في قرايه المساله وما تستعجلش وما تاكلش بالشبه، لان الدكتور بيعتمد على الحاجه دي يوقعك في كلمه واحده زي ما كان عامل في الميد تيرم، بقول لك اختار الاجابه الغلط وانتوا كلكم بتختاروا الاجابه الصح. فالناس تركز في كلمه بتغير معنى السؤال يا باشمهندسين، خلي بالكم من الحاجه دي. في ناس ما اختارتش حاجه خالص. طيب باشمهندسين باشمهندسين عايزين نعرف بقى يا باشمهندس حاجه اسمها حراره التفاعل. حراره التفاعل ايه؟ موضوع حراره التفاعل ده يا باشمهندس؟ حراره التفاعل. يبقى الحراره ناتجه عن مين؟ على التفاعل الكيميائي. طب ازاي اصلا هيظهر ان في حراره للتفاعل الكيميائي سواء قيمه ممتصه ولا قيمه منطلقه؟ قال يا باشمهندس في تغير، انت اتكلمت قبل كده وقلت لي ان الهيت او الحراره لازم تبان لما يحصل فيه فرق في الدلتا تي بين النظام وبين الوسط المحيط. يبقى حراره التفاعل هي مقدار الطاقه اللي تنتقل بين الوسط اللي هو التفاعل الكيميائي اللي انت بتعمله وبين الوسط، قصدي بين النظام اللي هو الوسط التفاعل الكيميائي وبين الوسط المحيط بيه. يبقى لازم يبقى في فرق في درجه حراره بين الاثنين عشان تبان الطاقه. طب ايه اللي بيحصل بالظبط يا باشمهندس في التفاعل الكيميائي؟ قال لي لو حضرتك بدات التفاعل الكيميائي بدرجه حراره المتفاعلات. درجة حرارة المتفاعلات دي هي درجة حرارة مين؟ ده النظام، المتفاعلات ده النظام بتاعك، هتبقى قبل ما التفاعل يبدأ هي درجة حرارة مين؟ الوسط المحيط بيه، اشمعنى؟ خلاص أنت لسه دلوقتي بتجيب المواد بتحطهم جنب بعض، فالطبيعي الحرارة الابتدائية بتاعتهم هي نفس حرارة مين؟ الوسط المحيط بيه، يبدأ التفاعل يتم، أنت قدامك حل من الاثنين، لا التفاعل بتاعك يبقى إيه؟ لا يبقى إيه؟ لا يبقى طارد الحرارة، يبقى مقص الحرارة.
طيب لو طردت الحراره ايه اللي هيحصل لدرجه الحراره بتاعتك؟ تبدا تزيد معاك. فايه اللي يحصل دلوقتي الحراره بتاعتك بعد ما التفاعل خلص؟ ايه علاقتها بالوسط المحيط؟ اكبر ولا اقل؟ اكبر. طب ما تبقى درجه الحراره بتاعت الوسط المحيط اقل من درجه حراره النظام بتاعك، ايه اللي هيبدا يحصل مع الحراره؟ الحراره هتبدا تنتقل من النظام بتاعك للوسط المحيط، فايه اللي يحصل؟ فتبدا تقل تاني لحد ما ترجع فين؟ لنفس القيمه الابتدائيه اللي هي بدات فيها. فساعتها انت تحس ان في ايه حصل؟ في حراره بدات تاخدها. ما انت لو مفيش فرق حراره حصل، مفيش دلتا تي حصلت، انت هتحس ان في حراره طالعه من التفاعل؟ مفيش حاجه حصل، التفاعل حصل تم وخلص من غير ما احس بحاجه. طب لو التفاعل بالنسبه لك مقص، ايه اللي هيحصل للحراره بتاعت النظام بتاعك؟ هتبدا تقل. فايه اللي انت تبدا تحسه؟ ان الحراره بتاعت النظام بتاعك اللي انت بتدرسه اقل من مين؟ من درجه حراره الوسط المحيط. ده بيحصل امتى؟ لما جيت تعمل تفاعل كيميائي ولقيت الانبوبه اللي معاك ايه اللي حصل لها؟ بدات تبرد معاك. تبرد ليه يا عم؟ ده احنا الجو حر ومفيش حاجه حصل، لان التفاعل بالنسبه لك مصر بدا ياخد حراره من الوسط المحيط منك، فبدات تحس ان في بروده تحصل. لحد ايه البروده دي انت حاسس بيها يا باشمهندس؟ لحد ما الراجل ده يبدا ياخد حراره ورجع نفسه لنفس القيمه مين؟ الابتدائيه بتاعته. فوقتها انت تحس بمين؟ ده اللي في النص ده هو ده التلتا تي اللي احنا بنتكلم عليه، ده الهيت او الحراره بتاعت التفاعل. يبقى انت عندك التفاعل الكيميائي بيبتدي بدرجه حراره الوسط المحيط بيه. طب يا باشمهندس التفاعل تم، ايه اللي يحصل في التفاعل؟ للحراره تزيد للحراره تقل. طب لو زادت ايه اللي يحصل لدرجه حراره؟ هتبدا تقل عشان ترجع توازن نفسها بينها وبين مين؟ الوسط المحيط بيه. طب لو كانت قلت هتبدا تزيد عشان ترجع نفسها نفس الحراره الابتدائيه اللي هو بدا بيها. اللي في النص ده اللي احنا عاوزين ندرسه. انا عاوز ادرس الدلتا تي اللي حصلت دي، سواء بالزياده او سواء بمين؟ بالنقصان. طب يا باشمهندس حراره التفاعل حضرتك هتقيسها ازاي؟ قال لي بحاجه اسمها الكالوريمتر. مين الكالوريمتر ده يا باشمهندس؟ ده جهاز. ايوه، هيعمل ايه وظيفه الجهاز ده؟ هيقيس لك التغير في درجه حراره التفاعل اللي حصلت معاك، سواء بالزياده او سواء بالنقصان. طيب هل هو جهاز واحد ولا ليه انواع؟ قال يا باشمهندس ليه نوعين. النوع الاولاني اشتغل على ثبوت. فين بطاقتك؟ فين بطاقتك؟ اصل كان في تنويع مفقودين كده بيقولوا في بطاقه ضايعه. الكالوريمتر الجهاز بتاعك. قال له في نوعين يا باشمهندس، النوع الاولاني انت مثبت فيه الضغط والنوع الثاني انت مثبت فيه الحجم. طيب عاوز اعرف كل نوع ايه الفرق بين بعض وايه وجه المقارنه او وجه التشابه بينهم وبين بعض. التشابه بينهم اللي هما الاثنين هيقيسوا التغير في درجه حراره، تمام مفيش فيها مشكله. طب اول اختلاف ان الضغط هنا ثابت وهنا الحجم ثابت. طب يا باشمهندس وانا شغال عاوز ادرس مين؟ الكيو. مش دي الحراره اللي انت عاوز تقيسها، حراره التفاعل؟ طيب الكيو يا باشمهندس لما يبقى الحجم ثابت الكيو بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي الدلتا ايه او بتساوي الدلتا يو. طب لما الضغط ثابت الكيو بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي الدلتا اتش. يبقى عند ثبوت الضغط الكيو بتساوي الدلتا اتش، عند ثبوت الحجم الكيو بتساوي الدلتا اي او هتساوي الدلتا يو. اول واحد يا باشمهندس عنده اللي اسمه البي كونستان، الجهاز اسمه كوفي كاب او الكاب كوفي اي حاجه. الكافي كوب يعني حاجه بالشكل ده يا باشمهندس، فنجان قهوه كده. بتبدا تحط المتفاعل الاولاني وبعدين تبدا تحط عليه المتفاعل الثاني. حضرتك حاطط ترمومتر، يبدا الترمومتر يقيس لك تغير في درجه الحراره. بس خلي بالك ان النظام ده نظام معزول. اشمعنى يا باشمهندس عامل نظام معزول؟ انت عاوز تقيس درجه الحراره كلها وكميه الحراره كلها اللي طالعه من التفاعل ده، فانت عاوز بس مين اللي ياخد الحراره دي؟ الترمومتر بتاعك عشان يقيس لك التغير. لو في ناس ثانيه مشاركاك في الحراره وليكن الوسط الخارجي خد كميه حراره، يبقى الحراره اللي انت بتقيسها هل درجه حراره او كميه حراره صح ولا غلط؟ غلط. يبقى انت عاوز بس ان كميه حراره كلها اللي طالعه من التفاعل الكيميائي تروح لمين؟ للترمومتر بتاعك عشان يبدا يقيسها. فالكيو بتاعتك تبقى بتساوي كام؟ كيو بتساوي ام اس دلتا تي. مين الام ومين الاس ومين الدلتا تي؟ قال الدلتا تي يا باشمهندس التغير اللي هيحصل في الترمومتر درجه حراره تقيسها. طب مين الاس؟ الحراره النوعيه بتاعت مين؟ بتاعت الام. طب هي مين الام؟ قال لي الكتله اللي درجه حرارتها هتزيد.
وخلي بالك بالتعريف ده، مفيش ورقه غياب، ده مش ورقه غياب. طب ورقه غياب مشوها يا باشمهندس، ورقه غياب مشوها. طب مين الام ده يا باشمهندس؟ خلي ورقه من ورا وورقه من قدام عشان ايه الوقت يعني. قال يا باشمهندس مين الام؟ دي كميه الطاقه، كميه الماده اللي هيبدا فيها تغير في درجه الحراره. طب يا باشمهندس انا عاوز اعرف دلوقتي الكيو امتى موجب وامتى سالب؟ الكيو امتى موجب وامتى سالب؟ قال يا باشمهندس اللي انا اعرفه ان اي حاجه داخله النظام بتاعك الاشاره بتاعتها موجب، اي حاجه طالعه من النظام بتاعك الاشاره بتاعتها سالب. يبقى انا لو بقول ان التفاعل بالنسبه لك الاشاره الكيو بتاعتها موجبه، يبقى التفاعل ايه يا باشمهندس؟ ماص. طب لو سالب يبقى التفاعل ايه يا باشمهندس؟ طارق. مفيش مشكله. طب تعالى بقى على الدلتا تي. هي الدلتا تي بتساوي ايه؟ تي فاينل ناقص تي نش. لو التفاعل بالنسبه لك ماص، التي فاينل اكبر ولا اقل؟ لو التفاعل ماص، التي فاينل اكبر ولا اقل؟ باشمهندس انا ماسك التفاعل في ايدي وبقولت ان التفاعل ده ماص، انت ليه قلت ماص؟ لان حسيت بايه؟ ببروده. حسيت ببروده يبقى درجه حراره قلت ولا زادت؟ قلت. يبقى التي فاينل مالها؟ اقل. يبقى الاشاره بتاعتك هنا ايه؟ بالسالب. طب لو التفاعل طارد، انت ليه بتقول لي التفاعل طارد؟ لان وانا ماسك الانبوبه بدات تحس ان درجه حراره التفاعل حصل لها ايه؟ بدات تزيد. يعني التي فاينل اكبر ولا اقل؟ اكبر. يبقى الاشاره هنا مين يا باشمهندس؟ موجب. طب هنا سالب ماص، هنا قصدي هنا موجب ماص، هنا سالب، والطارد هنا بالسالب وهنا بالموجب. يبقى في ايه هنا يا باشمهندس؟ في اشاره سالبه الاثنين عكس بعض، لان اشاره الدلتا تي عكس اشاره مين يا باشمهندس؟ اي كيو. وناخد بالنا يا باشمهندس زي ما قلت الام دي هي كميه الطاقه او قصدي كميه الماده اللي هيحصل فيها فقد او زياده في الكيو يا باشمهندس. طيب ينفع يا باشمهندس بالشكل اللي انا عامله ده يبقى في غازات داخله او غازات طالعه؟ ينفع يبقى في غاز داخل في المتفاعلات او غاز طالع من النواتج؟ ها حضرتك هتدخل الغاز في المتفاعلات هيفضل قاعد لك ولا هيمشي؟ فين يا عم الغاز بتاعك ده؟ ما ينفعش. يبقى يا باشمهندس الغاز بتاعي او التفاعل بتاعي ده محاليل شغال معاك، انما الغاز قال لي ما ينفعش يبقى معايا غازات. يبقى انت يا باشمهندس كالوميتر الضغط ثابت، يعني كيو بتساوي الدلتا اتش اسمه كافي كاب، شغال محاليل بس، الغازات ما ينفعش تبقى موجوده معاه، المعادله بتاعته بتساوي سالب ام اس دلتا تي. يا باشمهندس طب ما الجهاز او الكوب نفسه او الكوبايه نفسها ممكن تمتص حراره، قال لي لا هو عازلها وشايف ان كميه حراره رايحه له مهمله، فكل الحراره اللي التفاعل طلعها اللي يبدا ايه؟ الترمومتر هيبدا ياخدها معاك، فالحراره بس مع مين؟ مع الام اس دلتا تي. طب يا باشمهندس طب انت معاك غازات بقى قصدي معاك محاليل، طب انا لو عايز اعمل تفاعل فيه غازات اعمل ايه؟ خلاص روح للنوع الثاني اللي هو مين؟ الحجم ثابت، ما انت محتاج تدخل غاز او تطلع غاز، يبقى الطبيعي الاوضه اللي انت هتعمل فيها التفاعل هتبقى ايه؟ مقفوله. مقفوله ليه؟ عشان الحجم يبقى ثابت ويبقى الغاز يفضل موجود فيه، فانت مثبت هنا يا باشمهندس مين؟ الحجم بتاعك. طيب شكلها عامل ايه يا باشمهندس الاوضه دي؟ حاجه بالشكل ده. اضحك اضحك شايف. يا ابني انا معترف انا خط ورسمي وحش مفيش مشكله. اصل انا خلصت كليه. شوف انت نفسك. بعيد. طبعا انتوا مش زيكم يا عمده بسم الله ما شاء الله، الناس بترسموا رسم الله اكبر عليكم، شايف على الجروب بسم الله ما شاء الله حاجات جميله جدا. على الله تذاكروا زي ما بترسموا كده. ايه اللي بيحصل ده يا باشمهندس؟ انا عندي بومبا. ايه البومبا ده يا باشمهندس؟ انبوب الغاز. تبدا تحط الغاز بتاعك جوه وليكن الاو 2. اشمعنى؟ عاده التفاعلات اللي بتحصل في الجهاز ده هي غازات او تفاعلات الاحتراق معانا. يعني ايه تفاعل احتراق؟ ماده مع اكسجين، ماده مع اكسجين، فانت بتحط الماده بتاعتك اللي عاوز يحصل لها احتراق، وبعدين تبدا تدخل الاكسجين بتاعك جوه، وهيبدا يحصل التفاعل بتاعك، تفاعل احتراق يعني في كميه حراره مالها؟ طالع من التفاعل. لما كميه الحراره بتاعتك هتطلع مين اللي هياخد الحراره بتاعتك؟ قال لي في جسم اهو معدن موجود حواليا، الجسم ده هيعمل ايه في الحراره؟ هيبدا يمتص الحراره بتاعتك. طيب بعد ما هو يمتص الحراره بتاعتك ودرجه حرارته تزيد انت حاطط ايه حوالين الجسم بتاعك؟
حطيت ميه، دي ميه، فالميه تبدا تحصل ايه؟ تمتص كميه من الحراره. فانت دلوقتي يا باشمهندس عند اي لحظه كميه الحراره اللي طالعه من التفاعل الكيميائي بتروح لمين؟ للميه بس ولا المعدن الموجود؟ قال لي لا يا باشمهندس، في جزء منها بروح للبومب نفسه وفي جزء رايح لمين؟ للميه. ما هي لحظه معينه هتقف عليها هيبقى في كميه حراره موجوده في الجسم وفي كميه حراره موجوده في الميه. طب الجسم الميه عارفين نحسب قانونها منين؟ ام اس دلتا تي، دي ما فيهاش مشكله. طب المعدن ده هتعرفه ازاي؟ قال لي استنى يا باشمهندس، انت بتقول ان المعدن هيمتص كميه الحراره اللي طالعه من التفاعل الكيميائي وبعدين الميه هتبدا تاخدها منها. طيب هو كل المعادن ليها نفس الطريقه او نفس الرقم او نفس السماحيه لمرور الحراره خلالها؟ يعني الحديد زي الالومنيوم زي النيكل زي النحاس كلهم المعامل بتاعهم بتاع الحراره كميه الحراره بتتم من خلالها ثابت ولا المعدن بيختلف؟ قال لي بيختلف. طب ما دام المعدن هتختلف وانت مش قايل لي المعدن بتاعك هنا ايه، فانت حط لي هنا ثابت للمعدن. الثابت ده مضروب في الدلتا تي، يبقى السي يا باشمهندس دلتا تي مقدار الحراره المنتقل عن طريق مين؟ عن طريق الجهاز. طب مين الام اس دلتا تي؟ كميه الحراره للتفاعل ان الميه خدتها. طب يا باشمهندس انت لسه قايل من شويه ان الدلتا تي والكيو الاشاره بتاعتهم مالها؟ في فرق بينهم باشاره سالب، فالكيو بتاعت التفاعل هتساوي سالب السي في الدلتا تي زائد الام اس دلتا تي. طب والدلتا تي هتتقاس منين؟ قال لي يا باشمهندس ما في ترمومتر اهو هيقيس لك الدلتا تي. طب الاس بتاعت الميه بكام؟ رقم يتحفظ، رقم يتحفظ. الاس بتاعت الميه كميه الطاقه الحراريه اللازمه لرفع درجه حراره جرام من اي حاجه، ده الاس. طب انت شغال على الميه بقى جرام ميه دلوقتي، يبقى انت اتنقلت من تعريف الاس لتعريف مين؟ الكالوري بتاعك. فالاس بتساوي الواحد كالوري اللي هو بكام يا باشمهندس؟ ب 4 18. يتحفظ مش لازم يبقى جبن في المساله، هو الدكتور بيديهولك، بس لو مش اديهولك تبقى عارفه ان الاس بتاعت الميه ب 4 18 كالوري، اللي هو 4 قصدي 4 18 جول اللي هي بواحد كالوري. طب والسي دي يا باشمهندس اجيبها منين؟ قال لي دي على حسب المعدن هيبقى جيفن في الامتحان. طب لو ما اداهاش جيفن؟ قال لي هو السي بتتحسب ازاي؟ مش فاهم قصدك. يعني يا باشمهندس انت عندك جهاز بقاله 10 سنين تحت في المعمل وجيت تنزل تعمل تفاعل كيميائي فيه، هل انت متاكد ان الاس هي نفس الاس من 10 سنين؟ هل السماحيه او درجة السماحية بتاعت الحرارة انها تنتقل في معدن معين ثابتة مع مرور الزمن ولا بيحصل حاجة؟ الكفاءة نفسها ثابتة ولا هتتغير؟ طب انا هعرف ازاي يا باشمهندس ان السي بتاعتي ثابتة مش متغيرة؟ يعني انا معوض في المعادلة هعرف ازاي قيمة السي؟ حاجة مش عارفها بتعمل فيها ايه؟ تفرضها. الله ينور عليك. ايوه قارنها بحاجة تانية يا باشمهندس. يعني ايه؟ انت ما تعرفش التركيز بتروح عامل ايه في التركيز؟ بتروح معايره تضيف عليه تركيز تاني لحد ما يحصل اتزان، فقول التركيز ده هو زي التركيز ده، وزن انت مش عارفه فبتجيب وزن قصاده انت عارفه لحد ما الوزنين يبقوا زي بعض، فخلاص عرفت ان الوزن ده زي الوزن ده. طب انا السي مش عارفها، اعرفها ازاي؟ ومين في المعادله ثابت؟ كتله الميه ثابته ولا متغيره؟ كتله الميه ثابته. ايه اللي هيغير الميه؟ كميه ثابته هعرف اجيب الكتله بتاعتها. طب والاس بتاعت الميه ثابت. طب والدلتا تي هيقيسها من الترمومتر. انا عاوز اجيب السي، يبقى لازم يبقى معايا ايه؟ كيو. طب الكيو ده اجيبها منين؟ قال لي يا باشمهندس هو ايه ده؟ قال لي ده ملف تسخين، حاجه بتسخن. دوره ايه؟ قال لي ليه وظيفتين في الجهاز بتاعي. الوظيفه الاولانيه ان ده ان التفاعل اللي بيحصل هنا تفاعل مين؟ تفاعل احتراق. ايوه يعني تفاعل احتراق هو اي حته فحم مع اكسجين هتولع لوحدها ولا لازم يبقى فيه بدايه اشعال؟ لازم تبقى فيه درجة حرارة اشعال تبدا تولع بس انت وبعدين تسيبه هو شغال لوحده. فانت ايه اللي هيخلي ان بداية التفاعل الاحتراقي يبتدي؟ ان انا امشي تيار كهربي جوه السلك ده فالسلك ده يسخن، فايه اللي يحصل؟ فيبتدي عملية مين؟ الاحتراق، فالتفاعل يتم. يبقى دي أول وظيفة ليها. أول وظيفة هي بداية التفاعل الاحتراق بتاع عن طريق مرور التيار فين؟ في الملف ده. طب يا باشمهندس هو أنت لو مريت تيار كهربي في الملف ده تقدر تحسب الحرارة اللي فيه؟ اللي هو بتوع الفيزياء يقدروا يحسبوه عن طريق كمية طاقة حرارية، طاقة كهربائية معينة يقدر يحسب كمية الحرارة. طب لو حسبت كمية الحرارة اللي داخلة تقدر تجيب الكيو؟ قال لي اقدر اجيب الكيو. طب جبت الكيو تقدر تجيب منها السي؟ قال لي طب دي حاجة. الحاجة التانية لو انا جبت تفاعل انا عارف الحرارة بتاعته زي
سي زائد او 2 يطلع سي او 2 في كميه حراره بتساوي 393.5. انا عارف كميه الحراره اللي طالعه من التفاعل ده، فهعمل التفاعل جوه الجهاز ده. عارف الكيو ولا مش عارف؟ انا عارف الكيو، انا جايب تفاعل عارف الحراره بتاعته، يبقى انا عارف مين الكيو بتاعته، احدد منها مين السي، وبعد كده اروح اعمل التفاعل مين اللي انا ما اعرفش الكيو بتاعته بنفس مين السي اللي انا جبتها، فاقدر اجيب الكيو بتاعتي. يبقى انا لو عندي جهاز بالشكل ده في المعمل بس انا مش عارف السي بتاعته، اعمل ايه؟ قدامك حل من حلين، لا تجيب تفاعل عارف الكيو بتاعته وبالتالي هتعوض في المعدل تجيب كميه السي، دي نمره واحد. نمره اثنين، تمشي تيار كهربي في السلك الموجود ده بمقدار معين تقدر تحسب الطاقه الحراريه بتاعته، تحسب منها السي. اللي انت عملته ده عمليه مين يا باشمهندس؟ عمليه معايره، حاجه اسمها كالبريشن، عمليه المعايره بتاعتك. في مسائل موجوده في الشيت بيقول لك انا عملت عمليه معايره الاول ففي حراره طلعت، وبعدين بيقول لك انا عملت تفاعل تاني هات لي الحراره بتاعته. فالحراره الاولانيه بتجيب منها السي، والحراره الثانيه بتعمل ايه؟ بتجيب منها، والحراره الثانيه بتجيبها عن طريق ان انت جبت السي في اول مره يا باشمهندس. يبقى بتعمل عمليه كالبريشن، وبعد كده بتعمل عمليه مين يا باشمهندس؟ عمليه ميجر. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى ايه الفرق يا باشمهندس بين الاثنين؟ اول واحد ده ثبوت الضغط، ده ثبوت الحجم. هنا الحراره بتساوي الدلتا اتش، هنا الحراره بتساوي الدلتا اي او بتساوي الدلتا يو. هنا اسمه كافي كاب، هنا اسمه بام كالوميتر. هنا محاليل بس وما ينفعش غازات، هنا ما ينفعش محاليل وهو شغال مع مين يا باشمهندس؟ مع الغازات، وعاده مع تفاعلات الاحتراق يا باشمهندس. هنا الحراره تتحسب ام اس دلتا تي عشان الحراره كلها بتروح على الترمومتر، مفيش حد تاني بياخدها، انما هنا الحراره جزء موجود في الجهاز وجزء موجود في الميه الموجوده حوالين الجهاز. اتعرف الفرق بينهم يا باشمهندسين؟ طيب اخر حاجه موجوده معانا حاجه اسمها هيس ايكويشن او معادله ايكويشن او قانون هيس. مش دعوه باسمه، هو اسمه كده. هس ده بقول لك ايه يا باشمهندس؟ بقول لك هس انت، هو بقى الصوت. باشمهندس بقول لو انت معاك معادله كيميائيه. ماشي، ايه المشكله؟ بس ما تعرفش الدلتا اتش بتاعتها بكام. طيب ما تروح تعمل المعادله يا عم وشوف الدلتا اتش. قال لي لا انا عايز تحسب لي الدلتا اتش نظريا كده. قال لي ما فيش مشكله، انا هديك كذا معادله. ادي معادله واحد، معادله اثنين، معادلة 3. فهس بيقول لي بقى المعادلة اللي انت عايز تحسب الدلتا اتش لو قدرت تجمعها من المعادلات دي هتقدر تجمع الدلتا اتش اللي انت عايزها من مين؟ من الدلتا اتش بتاعتها. طيب الكلام ده يحصل ازاي يا باشمهندس؟ قال لي واحدة واحدة كده، انت عاوز توصل لايه؟ دبليو زائد اس هتساوي دبليو اس. دبليو زائد اس سي برضه مش اس. مش عارف ليه مصر ان اكتبها. دبليو زائد سي هيساوي دبليو سي. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ حضرتك تمسك حاجه حاجه في التفاعل بتاعك. يعني اول واحد الدبليو هجيبه منين؟ انت عاوز توصل لايه؟ عاوز اجمع ده من الثلاثه دول، يبقى امسك كل واحد اقدر اجيبه منين؟ من المعادله. طيب الدبليو موجود فين في الثلاث معادلات؟ موجود في اول معادله. طيب انت عاوز يا باشمهندس متفاعل ولا عاوزه ناتج؟ وهو موجود فين؟ متفاعل. طب تمام زي الفل. طب انت عاوزه كم مول؟ واحد مول. هو موجود هنا كام مول؟ اتنين مول. يبقى انت اول معادله المفروض تتضرب في ايه؟ في نص. اشمعنى؟ انا عاوز مول واحد عاوزه في المتفاعلات، هو موجود في المتفاعلات بس موجود اتنين مول. طب اقسم على اتنين، فالمعادله تبقى دبليو زائد 3 على 2 او 2 دبليو او 3، وما تنساش تقسم نفس الدلتا اتش بتاعتك على 2. طب ده اول واحد خلصت منه. طب السي يا باشمهندس؟ مالها السي؟ انت عايزها في ايه؟ متفاعل. عايزها كام مول؟ مول واحد. طب موجوده فين المعادله الثانيه؟ موجوده مول واحد وموجوده في المتفاعل. طب حطه زي ما هي، وما دام ما غيرتش ما تغيرش في الدلتا اتش في حاجه. طب نروح على الحاجه الثالثه، انت عايز مين هنا يا باشمهندس؟ دبليو سي بتاعتك عايزها ايه؟ ناتج. وعايزها كام مول؟ واحد مول. موجوده فين؟ عادي في المعادله الثالثه، بس المشكله ان موجوده كام مول؟ اتنين مول. وموجوده ناتج ولا متفاعل؟ موجوده متفاعل. يبقى انت عايز ايه؟ عايز تقلبها عشان تخليها ناتج، وفي نفس الوقت عايز تعمل ايه في المعادله؟ تقسمها على 2. فالمعادله الثالثه ضربت في سالب ليه؟ لان هي متفاعل وانا عايزها ناتج، فانا عاوز اعكسها.
وقسمت على 2 ليه يا باشمهندس؟ لانك عايزها مول واحد بس الدكتور مديها لي كام مول؟ 2 مول. يبقى لي بقى المعادله واقسم على 2 فالمعادله تبقى دبليو او 3 زائد سي او 2 عشان تطلع لك دبليو سي زائد 5 على 2 او 2. وما دام ضربت المعادله كلها في سالب نص يبقى خلي المعادله دي موجب 2391.8 على 2. اضرب دلتا اتش في نفس الرقم بتاعك. انت عملت ايه؟ انا وفقت دلوقتي اللي انا عايزه باللي هو مديهولي. انت عايز ايه يا باشمهندس؟ جمعتهولك منين؟ من 3 معدات بتاعتي. طب ايه اللي عرفك انك جمعت؟ طب ما تيجي تجمعهم على بعض كده شوف انت صح ولا لا. جمع معايا كده يا باشمهندس. مين دي؟ دبليو معاك. مين دي؟ السي معاك. طيب كام دول؟ 3 على 2 او 2 او 2. يبقى الرقم كله على بعضه كام؟ 5 2. بس موجود فين؟ في المتفاعلات. تعالى هنا يا باشمهندس. في مين هنا؟ 5 على 2 او 2 موجوده فين؟ في النواتج. يطيروا مع بعض ناتج مع متفاعل. طب مين تاني لسه موجود؟ مين ده؟ دبليو او 3 موجود فين؟ متفاعل. طب وموجود فين هنا؟ نات. طيره. طيب السي او 2 موجود فين؟ متفاعل. والسي او 2 ناتج. يطيروا مع بعض. بقى مين بس في المعادله؟ دبليو سي بتاعتي. يبقى انا عملت ايه يا باشمهندس؟ انا جيت بظبط معادله ومعادله ومعادله وجمعتهم على بعض. وصلت لايه؟ للمعادله اللي هو عايزها عن طريق تجميع المعادلات دي. يبقى الدلتا اتش اللي هو عايزها هتيجي منين؟ ما دام جمعت دول طلعت دي، جمع دول عشان تطلع دي. فالمعادله بتاعتك هتبقى سالب 1685 على 2 ناقص 3393.5 زائد 2391. الرقم تقريبا هيطلع 40 تقريبا. المهم هتتحسب زي ما انت تقريبا طالع 40 وشويه، ما اعرفش بالموجب او بالسالب. يبقى قانون هس او الراجل بهس بيقول لي لو انت حضرتك عندك معادله مش عارف الدلتا اتش بتاعتك اعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لي هدي لك معادلتين او ثلاثه او اربعه او 20 معادله. المعادلات اللي هو اديها لك، لو قدرت من المعادلات اللي انا مديها لك اطلع شويه معادلات منها اوصل للحاجه اللي انا عايزها، فانت عن طريق ما جمعت دول وصلت للي انت عايزه، جمع الدلتا اتش بتاعتك هتوصل للدلتا اتش اللي انت عايزه. يبقى هس بيقول لك يا باشمهندس اذا امكن وضع المعادله بتاعتك في صوره كذا معادله، فالدلتا اتش بتاعتك اللي انت عاوز توصل لها هتقدر تحسبها من مين يا باشمهندس؟ من الدلتا اتش بتاعت المعادلات اللي انت جمعت منها المعادله بتاعتك يا باشمهندس. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى القانون هس الدكتور بيدي لك معادله وبيقول لك احسب لي الدلتا اتش بتاعتها من كذا معادله. هتمسك حاجه حاجه. اول واحد موجود فين؟ موجود متفاعل ولا موجود ناتج؟ عدد مولاته زي ما انا عايز ولا لازم اضرب او اقسم في رقم؟ وبعد كده المتفاعل اللي بعد، وبعد كده الناتج اللي معاه. طب يا باشمهندس لو انا شغال ولقيت ما عملت المعادله الاولانيه وليكن كان فيها سي، هي طلعت معايا كده وانا بعمل اول واحد المتفاعل الاولاني، السي طلعت معايا مع الاولاني، احتاج اعمل معدل السي ولا مش لازم؟ قال لي مش لازم يا عم. ليه؟ ما انت وانت بتعمل الاولاني السي طلعت معاك، فخلاص خش على مين؟ على اللي بعده. لما تيجي تجمع هتتظبط معاك. يعني في مساله موجوده في الشريط الدكتور مدي لك معادلتين بس، فانت جيت تظبط المتفاعل الاولاني الثاني طلع معاك زي الفل. ادخل بقى على الناتج اللي بعد كده عشان لما تيجي تجمع هتطلع معاه. يبقى انت بتمسك ماده ماده، متفاعل متفاعل، وناتج ناتج في كل معادله. لو في معادله جمعت لك اثنين من المعادله من الموجودين معاك كمتفاعل وناتج زي الفل، اهو انت خلصت باثنين مع بعض. اهم حاجه تتاكد لما تيجي تجمع المعادلات تطلع المعادله المطلوبه. طلعت المعادله المطلوبه روح جمع الدلتا اتش، ما طلعتش لا يبقى في مشكله عندك قبل ما تجمع الدلتا اتش يا باشمهندس. يبقى ايه اللي هيقول لك انك تجمع الدلتا اتش؟ انك لما تيجي تجمع دي المعادله اللي انت عايزها بتطلعها معاك يا باشمهندس. طيب كده الشابتر خلص الحمد لله بركه. لسه في 3 شباتر مفيش مشكله يعني حاجه بسيطه. نعم دبليو شوف ولا هنا؟ لا اكيد في في ماده اسمها دبليو مش لازم اعرفها يعني، ولا انت لازم تعرفها، انت همك في ايه؟ لا
وجت مرتين قبل كده في فاينل، بس الفكره مختلفه. مساله يا باشمهندس كانت اصعب مساله في الامتحان والناس كانت بتشتكي منها. طيب اصعب مساله ليه؟ لانها موجوده في الامتحان سطر 2 3 4 5 6 ست سطور. باشمهندس امتحان ام سي كيو، مفيش مشكله، ما انا اجيب لك امتحان ام سي كيو وكل خطوتين اسالك فيها. ما انت ما تجيش تمسك الشيت، اه المساله كبيره، ما تجيش ام سي كيو، لا الدكتور هيجيبها لك ام سي كيو، ما تقلقش يعني. المهم عاوز اعرف المساله دي هو عايز مني ايه واصل منها ايه. باشمهندس انا ما اعرفش حاجه، انا كل فيه عارف شويه قوانين وعاوز اعرف وبعرف استخدامها عشان الناس اللي بتسال المساله هتعامل معاها ازاي. طيب انا دلوقتي قريت المساله وبقول عاوز التي فاينل، مساله كبيره وانا ما اعرفش فيها اي حاجه. مبدئيا مد تي انيشال وعايز تي فاينل، انا بفكر زيك، مد تي انيشال وعايز تي فاينل. ايه اللي انا خدته لحد دلوقتي في الخمس شباتر فيه تي فاينل وتي انيشال وحاجه مرتبطه بالحراره؟ هو ما فيش الا قانون واحد بس او قانونين، الجزء اللي هو بتاع البومب بتاع الكارومتر هو ما جابش هنا ست الكارومتر، يبقى لا مش هي الحته دي. طب الكيو ام اس دلتا تي، اه ينفع هنا، ينفع ازاي؟ هجرب. هو انا تاني خلصان حاجه، الكيو بتساوي ام اس في الدلتا تي، ايه معاك وايه مش معاك؟ لو رحت على الدلتا تي هتلاقي في تي فاينل ناقص تي انش. ايوه ماشي، معاك مين؟ تي انش. وعاوز تدور على مين؟ تي فاينل. حلو القانون ده، هيجيب لي الحاجه اللي انا عايزها. طب دور على الباقي كده، فين الاس؟ والله يا باشمهندس انا مسكت المساله كلها ما لقيتش الا اس واحد، فاكيد هي دي اللي هو هعوض بيها. خلاص يبقى معايا ناقص مين؟ ناقص لي حاجتين، ناقص لك كيو وناقص لي ام. لو قدرت توصل لهم هعوض اجيب منها مين؟ التي فاينل. ابدا اشوف بقى الام والاس هجيبه، قصدي الام والكيو هجيبه منين؟ تعالى على الكيو. اشمعنى الكيو؟ اصل في المساله كلها مفيش حاجه تجيب لي الكيو الا مين؟ دلتا اتش. اشمعنى؟ ما هي دي كيو هي كمان، ما انا منها اقدر اوصل لمين؟ للكيو اللي انا عايزها. طب يا باشمهندس مفيش مشكله، طب ما تعوض بيها على طول. قال لا استنى، اشمعنى؟ اصل بقول لك الدلتا اتش 55 لكل ايه؟ مول ميه، يعني هي مرتبطه بمين؟ بكميه الميه اللي طالعه معايا في المعادله. طيب يبقى انا لازم اجيب مين الاول؟ كميه الميه عشان اجيب منها مين؟ اضربها في ال 55 اجيب الدلتا اتش. يعني الراجل بيقول لك 55 لكل مول ميه، طب هو انت معاك كام مول ميه؟ معرفش، يبقى لازم اشوف كام ميه اجيب منها مين؟ كام كيو؟ يبقى ارجع للمعادله بتاعتي، اجيب الميه ازاي؟ والله يا باشمهندس الميه ديت في المعادله ناتج ولا متفاعل؟ لا ناتج يا باشمهندس. طب انا واخد في الشابتر الاولاني لما يبقى عندي كميه في المتفاعل الاولاني وكميه للمتفاعل الثاني والدكتور او انا عايز ناتج، يبقى لازم اعرف ايه هو مين فيهم بيخلص الاول. اشمعنى يا باشمهندس؟ اصل اللي هيخلص هيحدد مين؟ الميه. واللي هيفضل مستني معرفوش. طب انا احسبها ازاي؟ قال لي اصل مديك هنا ايه؟ تركيز، ومديك مين؟ حجم. يا باشمهندس بس انا متعود ان انا بنسب بحاجتين، لا اما بنسب بكتله لا اما بنسب بعدد مولات، فاقدر اجيب مين من هنا؟ قال لي تقدر تجيب عدد مولات. ازاي؟ اصل عدد مولات يا باشمهندس بيساوي الام في الفي. هو معاك ام؟ اه معاك في؟ اه، بس خلي بالك ان الفي اللي احنا كنا بنستخدمها في القانون الواحده بتاعتها ايه؟ باللتر. هو مديك هنا من مين؟ بالمللتر. خلاص ادي ال H2O ال HCl مع ال H2O وال NaOH مع ال H2O. ده داخل بكام مول؟ بواحد. طالع بكام؟ بواحد. داخل بواحد، طالع بواحد. عرفت منين يا باشمهندس؟ المعادلة موزونة. الدكتور في مرة بدل ال NaOH قصدي بدل ال HCl ده وراح كاتب H2SO4. إيه اللي هيختلف؟ إن في اتنين هتتحط قدام ال NaOH معاك هنا واتنين مع ال H2O، فتاخد بالك هل المعادلة اللي بيديها لي موزونة ولا محتاج إنها تتوزن؟ طب هنا المعادلة بالنسبة لي موزونة مفيش فيها مشكلة. طيب أعمل إيه هنا في ال HCl؟ أضربهم في بعض. 1 8 86 في 25 في 10 أس سالب 3. وطلع الاكس بتاعتك. طب تعالى الناحيه الثانيه، 1.05 في 50 في 10 اس سالب 3، طلع الواي بتاعتك. مين الاكس ومين الواي؟ كميه الميه اللي طالعه من ده. طب مين الواي؟ كميه الميه اللي طالعه من ده. هاخد مين فيهم؟ اللي باخد الكميه الاقل. الناس لو تفتكر العيش والجبنه
اربع سندوتشات وخمس سندوتشات، نرجعكم زمان شويه. فالكميه القليله هي دي الكميه اللي معاه، يبقى دي كميه مين؟ الميه اللي انا عايزها. هو انت بتدور على كميه الميه ليه يا باشمهندس؟ اصل كميه الحراره اللي طالعه مربوطه بالميه، فلازم اعرف الميه قد ايه عشان من اوصل لمين؟ للكميه بتاعتي. خلاص وصلت لكميه الميه، عدد المولات بتاعها اضربها في مين؟ في ال 55 84. اشمعنى يا باشمهندس؟ اصل ال 55 بتاعت كم مول؟ مول واحد. تضرب في عدد المولات جبت كيو مين؟ الكليه اللي هي مين؟ اللي هي معاك عاوز توصل لها. ناقص لي مين؟ الام. مش عارفها، سيب المساله وتوكل على الله. خدت نص الدرجه زي الفل يا باشمهندس. ماشي، ما يمسك كيو يا باشمهندس اكيد سالك في جزئيتين، اخر واحده مش لازم تحلها. مش الكيو الضغط ثابت؟ مين هو قال لك الضغط ثابت؟ قال لك الحجم ثابت؟ ما قالكش اي حاجه على الموضوع ده. ما دام ما جابش اي سيره يبقى انا ايه الكيو هجيبها من الدلتا اتش. طيب غير كده، هو مش كاتبها دلتا اتش بالظبط، هو قال لك ان كميه الحراره، يعني انا ممكن كده ماشي دلتا اتش وقال لك الحراره اللي طالعه عشان يبقى اللفظ ايه موجود بالظبط. طب يا باشمهندس انا شاطر وعاوز اجيب الام، مفيش مشكله، بس مبدئيا لحد دلوقتي حاجات واخدها قبل كده ولا حاجات يعني محتاجه تفكير يعني؟ لا، هو كل اللي فيها مساله موجوده قدامي وقطعتها. هو عايز مني ايه؟ اجيبها من اي قانون؟ القانون ده ايه اللي موجود فيه واللي ناقص فيه؟ اللي معايا حطيته واللي ناقص فيه اجيبه منين؟ اكيد هجيبه من حاجه ثانيه انا عارف، وابدا جمع الحاجات مع بعضها. يا ريت الناس ما تخافش من المسائل وتتعامل مع المسائل واحده واحده. الموضوع مش عمره ما كان هيجي لك حاجه مقفوله، على الاقل انت لو بتحسس في المساله دي هتحل نصها. يعني انت لو بتحسس فيه كميه وكميه هحسب المتفاعل ان المحدد فين والناتج فين. خلاص عجبت كميه ميه، هنا في ميه في المقام، طيرها وجيب الكيو. يعني زي ما اقول اللي مش عارف خالص مجرد مذاكره بس بفهم شويه هيقدر ايه؟ يوصل للمثال لحد دلوقتي. طب انا عاوز اجيب الام بقى. قال يا باشمهندس اللي انا اعرفه ان الام في القانون هي كميه الماده او الكتله اللي هتاخد الكيو. ايوه الكتله اللي هتاخد الكيو. حضرتك عملت ايه؟ حطيت اتش سي ال على انه اتش، طلعوا لك الحاجات دي وفي حراره طلعت. ايوه الحراره اللي طلعت من التفاعل مين اللي خدها؟ الام. انا عارف الام بتاعت مين. قال لي يا باشمهندس انا عملت ايه؟ عندك اتش سي ال حطيت عليه ال ان او اتش، واحد فيهم محدد هيخلص والتاني زائد هيفضل منه شويه، زائد هيطلع مين؟ ان اس ال، وهيطلع مين؟ شويه ميه. طب انا هجيب شويه الميه واجيب ال ان اس ال وشويه زائد، ايه العك ده كله؟ هياخد مني وقت، انا عايز انجز في الامتحان. طب يا باشمهندس هي الكتله اللي داخله ايه علاقتها بالكتله اللي طالعه؟ انت بدات بقى كتله معينه، الكتله دي هتتغير ولا الكتله ما بتتغيرش؟ لا الماده ثابته مش هتتغير، هي بتتغير الصوره بتاعتها بس الكتله الاخيره مالها؟ هي هي. يبقى الكتله اللي انت بدات فيها بتاعت ال اتش سي ال زائد ال ان او اتش هي هي مين؟ الكتله اللي درجه حرارتها تزيد. يا باشمهندس وانا اجيب الكتله ازاي؟ هو مديني ايه هنا؟ كثافه. وانت عايز مين؟ عايز ماس. يبقى اكيد انا بتدور على مين؟ على حجم. فين الحجم؟ حجمه هو يا باشمهندس 25 زائد 75، يعني الام دي هتساوي ال 75 بتاعتك في كام؟ في ال 1.2. وخلي بالك من الوحدات، هنا ملي لتر وهنا بالملي لتر، خلاص زي الفل. طب هنا بالجرام؟ في القانون ده الام بتاعتي بالجرام. يبقى الام بتاعتك هتبقى ال 75 مجموع الحجمين في الكثافه بتاعتهم في الاس اللي هو مديها لك في الدلتا تي، جبت التي فاينل يا باشمهندسين من الكيو. طب يا باشمهندس فين السالب؟ عندك حق في سالب هنا، بس ما تنساش ان في سالب جاي لك من هنا. فمن الاخر زي ما قلنا احنا بنشيل الكيو السالب والسالب لو انت شغال على ماده واحده يا باشمهندس. دي نعم نعم. الكتله جبناها منين؟ حضرتك عندك تفاعل كيميائي حصل هنا في الاوضه مثلا في الركن هنا. طيب لما التفاعل الكيميائي يحصل في مكان ودرجة حرارة تزيد، مين اللي درجة حرارته هتزيد؟ التفاعل لوحده ولا المكان كله؟ ها؟ لما تفاعل يحصل هنا، جيت حتة خشب ولعت فيه عشان تتدفى عليه، المكان كله هيدفى ولا حتة الخشب بس اللي هتولع؟ المكان كله هيدفى. طب دلوقتي لما حصل تفاعل في الكوباية دي ودرجة الحرارة زادت، مين اللي درجة حرارته هتزيد؟ المية بس ولا كل اللي في الكوبايه؟ طيب هو كل اللي في الكوبايه ده جاي منين؟ من حجم وحجم، حطيتهم على بعض طلعوا حاجات تانية. لا سيبك من الحاجات التانية اللي طالعه، امسك في اللي داخلين.
مش معنى ما هو اللي داخل هو طالع، الكتله اللي طالعه اللي داخله هي الكتله اللي طالعه. فانت اسهل لك تحسب مين الكتله الاسهل اللي هي كتله مين اللي داخله معاك. طب اجيب الكتله منين؟ معايا كثافه. طب دور على حجم، فين الحجم؟ قال لي ادي حجم وادي حجم، حجم اتش اس ال زائد حجم ال ان اتش. يا باشمهندس ده حمض ولا قاعده؟ قال لي ما انا عاوزك تعتبر ان هما الاثنين ميه، هو مديك الكثافه بيقول لك الكثافه بتاعت المحلول كله على بعضه برقم، يبقى هو معتبر ان الناس كلها مالها نفس الحاجه، ليهم نفس الخصائص، ليهم نفس الاس، ليهم نفس مين؟ نفس الدنس. فانا اعتبرت ان الحجم ده والحجم ده كانهم جايين من مين؟ من ماده واحده. وخصوصا ان التفاعل بتاعنا عاده احماض وقاعده بنحط عليهم كميات ميه عشان التركيز بتاعي. تمام كده يا باشمهندس؟ في مشكله؟ وصلت المساله؟ طيب مساله ثانيه جت يا باشمهندس في امتحان ميد ترم السنه اللي فاتت تقريبا. نعم مين؟ الكالوريمتر لقى ان كميه الحراره اللي طالعه 5150 واحد من 10 كيلو جول لكل مول. ماشي، ايه المشكله؟ قال لما جاب 1.5 جرام عملوا لك حراره ب 3.68، مين ده يا باشمهندس الدلتا تي اللي حصلت معاه؟ ده دي الماده معينه، وبعدين راح جاب ماده ثانيه كتلتها 1.83 ده ام وده ام، لقى ان الحراره الدلتا اتش بتاعتها بالدلتا تي. عاوز يحسب حاجه اسمها انرجي دينستي. مين ده يا باشمهندس؟ نعرفه دلوقتي، الكثافه. لا مش كثافه، حاجه ثانيه. الانرجي دينستي كثافه، او هي بتتقال كده عشان ايه؟ كميه الطاقه الحراريه الناتجه من احتراق جرام واحد من الماده. الانرجي دينستي كميه الطاقه الحراريه الناتجه من احتراق جرام واحد من الماده. طيب انت بتقول لي في المساله ده كالوريمتر. تمام، يبقى انت دخلتني في المنطقه اللي انا عايزها او المنطقه اللي انا عارفها، انت سهلت عليا القانون. الكالوريمتر فيه كام قانون؟ اتنين، ام اس دلتا تي، والتاني ام اس دلتا تي زائد السي في دلتا تي. فانت بتقول لي ان عندك كالوريمتر عملت له عمليه كالبريشن. طيب عمليه كالبريشن الاولاني الكافي كاب كان فيه كالبريشن؟ لا، هو مفيش حاجه فيه اساسا، ده الراجل الترمومتر، فالفكره في الترمومتر، فانت ما عندوش معايره. طب مين اللي بتعمل له معايره؟ الثاني. قانونه بيقول لك ايه؟ سي دلتا تي زائد ام اس دلتا تي. طب هي الام اس دلتا تي بتاعت مين يا باشمهندس؟ بتاعت ميه. في سيره للميه؟ لا، يبقى القانون بس بقى ناقص فيه ايه؟ سي في الدلتا تي. يبقى انت القانون بيقول لك كالوريمتر، عندي اثنين كالوريمتر. طب بقول لك انت عاوز تعمل عمليه كالبريشن، الاولاني ما فيهوش كالبريشن، الثاني اللي فيه كالبريشن. طب الثاني القانون بتاعه بيقول لك ايه؟ سي دلتا تي زائد ام اس دلتا تي. طيب الام اس دلتا تي بتاعت الميه، في سيره للميه؟ لا، يبقى ناقص لي مين؟ السي دلتا تي. طب يا باشمهندس اجيب السي دلتا تي منين؟ انت بتقول لي ان الشويه الاولانيه ديت عمليه معايره، هي عمليه الكالبريشن بتتعمل لمين؟ للسي. يبقى الاول المفروض احسب مين؟ السي. طب مين معايا ومين مش معايا؟ الدلتا تي معاه خلاص. طب والسي ده انا عايزها. طب والكيو؟ هو قال لي بس المشكله ان الرقم ده موجود لمين؟ كل مول. والدلتا تي اللي طلعت معاك دي بتاعت مين؟ بتاعت جرام واحد. فلازم تعرف ان جرام واحد ده هو كام مول. مش فيها مشكله يا باشمهندس. الواحد وخمسه تقسمها على مين؟ على كتله المول. هو مديك الماده بتاعتها؟ قال لي اه. مدي لك الماده بتاعت سي 10 اتش 8. تقدر تحسب كتله المول بتاعتها؟ اه يا باشمهندس. 10 في 12 زائد 8 دي كام؟ 128. تتضرب في كام؟ في 5050 وما تنساش الاشاره السالبه. اجيب من هنا مين؟ السي بتاعتي. بقول لك انا عملت التفاعل تاني عند نفس الجهاز. هو يعني نفس الجهاز؟ يعني السي مالها؟ ثابته. نفس الجهاز، بس اللي انت عيطت بيها الاول هي نفس السي التاني، فاكتب القانون التاني. الكيو هتساوي السي بالدلتا دي. فين السي؟ ما انا جبتها من هنا يا باشمهندس. فين الدلتا دي؟ هو مديلك ان الدلتا دي التانيه ب 4.9. فين الكيو؟ تتحسب. بس احنا متعودين ان الكيو وحدتها هنا يا باشمهندس كيلو جول او جول على حسب ما انت شغال. طب انت عاوز ايه في الاخر يا باشمهندس؟ انا عاوز كيلو جول على جرام. كيلو جول على، يبقى المفروض اعمل ايه؟ الكيلو تتقسم على
الكتله يبقى كيو على الماس. هي فين الماس يا باشمهندس؟ ما قال لي الماس بتاعتك 1.83 عشان اجيب حاجه اسمها الانرجي دنس. يعني الانرجي دنس يا باشمهندس كميه الطاقه الحراريه الناتجه من احتراق جرام واحد. طب هي الكيو دي بتاعت مين يا باشمهندس؟ قال لي دي الكيو الكليه. طب عدد الكيو بتاع الجرام اقسم على الكتله اللي جابت الكيو. الكيو دي جت منين؟ من 1.83 قسمت عليها جبت ايه؟ الكيو اللي هي كيلو جرام كيلو جول لكل جرام. يا باشمهندسين تمام يا باشمهندسين؟ اخر حاجه معايا خلاص وزاني ثلاث دقايق. قال لي 80% منها CH4 20% منها C2H6. عايز كميه الحراره اللي طالعه من مين؟ من احتراق جرام واحد من المادة. كميه الحراره طالعه من من الجرام اللي طالع فوق او التغير في المحتوى الحراري. تغير في المحتوى الحراري هو ليه قد قانون دلتا اتش ليه قد قانون هو واحد بس مش غيره. دلتا اتش بتساوي اتش برودكت ناقص اتش فاك. المشكله انتوا بتبقوا عارفين الحاجه بس مش عارفين ليها قد قانون. دلتا اتش هو قانون نتيجه خلاص خلاف القانون. ايه معايا وايه مش معايا؟ الاتش برودكت دي بتساوي ايه؟ ان بالدلتا اتش اف بتاع البرودكت ناقص الان بالدلتا اتش اف بتاع الرد. تمام انا كتبت القانون يا باشمهندس. فين بقى التفاعل؟ ايوه انا هعوض بتفاعل. فين التفاعل؟ قال لي استنى انت بتقول لي عاوز احتراق جرام واحد. الجرام ده فيه 80% سي اتش 4 و20% سي 2 اتش 6. يعني في كميه حراره موجوده من هنا وكميه حراره موجوده من هنا. طب ما تعمل كل واحد لوحده وتجمعهم ازاي؟ امسك السي اتش 4 لوحده لما يتفاعل مع الاكسجين ازاي يا باشمهندس؟ ما بقول لك احتراق، احتراق مع الاكسجين، ماده عضويه يبقى تطلع ثاني اكسيد الكربون والميه. المعادله موزونه؟ لا مش موزونه. اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 5 تقريبا 2 2 4 واضرب هنا في 2. وزنت المعادله عوض في القانون؟ قال لي اه. عوض بقى يا ريس فين الدلتا اتش؟ هتساوي 1 في الدلتا اتش اف بتاع ثاني اكسيد الكربون زائد 2 في الدلتا اتش اف بتاع بخار الميه. ادي النواتج بتاعته ناقص المتفاعلات 1 في الدلتا اتش اف بتاع السي اتش 4 زائد الاو 2 ظروفها ايه؟ اي عنصر صفر. فالراجل ده طايع معايا. هتلاقي في المساله مدي لك الدلتا اتش بتاع السي او 2 بتاع الاتش 2 او بتاع السي اتش 4. تعويض بس فين؟ بالقانون. بس استنى يا باشمهندس، هو الدلتا اتش اللي انت مطلعها ليه؟ بتاعت مين؟ واحد مول. طب انت عايز ايه؟ انا عاوز 80% من الجرام اللي هم كام؟ 8 من 10 جرام. وهنا كام؟ 2 من 10 جرام. طب انا اجيبها ازاي دي يا باشمهندس؟ ايه يا عم؟ مفيهاش حاجه. انت عندك سي اتش 4 وقصاده الكيو. لو عندك 1 مول هتطلع الدلتا اتش. طب لو عندي 8 من 10 جرام هتطلع كام؟ نسبه 3. بس خلي بالك احنا ما بنشتغلش بالمول. وما تحولها 16 جرام. ما انت طلعت كمية الحرارة اللي طالعة من ايه؟ من 8 من 10. طب والثانية؟ نفس الموضوع، المعادلة بتاعتك سي 2 اتش 6 زائد الـ O2 عشان تطلع اضرب هنا في 2 اضرب هنا في 3 2 في 2 ب 4 4 في هنا 7 وهنا 7 على 2. عوضت المعادلة سي O2 ب 3 مول هنا 2 مول هنا 3 هنا ب 2 وبرضه الـ O2 هيطير معاك. بس الدلتا اتش اللي انت طلعتها بتاعت كام مول يا باشمهندس؟ 1 مول برضه. طب عدد طلع كام؟ 2 من 10. نفس الموضوع سي 2 اتش 6 فيها كيو، يبقى لو معاك 2 من 10 تطلع كام؟ طلعت الكيو الاولانيه والكيو الثانيه يتقسموا يتجمعوا على بعض طلعت الكيو الكليه بتاعك مين؟ 1 جرام يا باشمهندس. تمام كده يا باشمهندسين؟ تقريبا احنا حطينا او بصينا على مصر.